مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعيها في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس. استكمالا لما يهدف إلينا في كل حلقة مع الباحث الديني والاجتماعي الأستاذ حمدي علام، هنتكلم النهاردة عن قضية حياتية ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه النبوية الشريفة، قضية البر. هنتكلم النهاردة عن قضية البر وهنعرف مع بعض إيه هو البر، وهل البر مقتصر على الوالدين فقط أم لا. هنجيب عن الباحث الديني والاجتماعي الأستاذ حمدي علام، هيجيب على كل الأسئلة اللي نورني وشرفني النهاردة. أهلا بحضرتك يا أستاذ حمدي. يا مرحب بك يا فندم، نورتني وشرفتني النهاردة. شرف لنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تحدثنا عن البر فله معنى عظيم في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن عبادته سبحانه وتعالى ببر الوالدين. ومعنى البر هو الطاعة للوالدين والإحسان إليهما. والبر له أنواع متعددة، فأنت تبر قسمك، أي تثبت قسمك، وربما تبر الآخرين في أفعالك معهم وتصرفاتك. ولكن ما نتحدث فيه اليوم ونختص به حديثنا ألا وهو بر الوالدين وبالوالدين إحسانا، كما قال الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولنا في رسول الله أثوة حسنة. فقد كان صغيرا في أحضان أمه وتوفى أباه وهو ما زال في بطن أمه، ثم توفت أمه بعد ذلك وهو لم يبلغ الحلم بعد، وأمسك بيدها وهو راجع معها من المدينة المنورة التي سميت بالمنورة لقدومه إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمسك بيد أمه في الطريق بين مكة والمدينة وبكى. وكانت معه الصحابية الجليلة أم أيمن التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هي أمي بعد أمي. ودمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، واحتضن أم أيمن وقال: أنت أمي بعد أمي. ثم عادت به إلى أهله في مكة المكرمة. فالبر علمنا إياه الله عز وجل في الأديان كلها. سيدنا نوح عليه السلام كان برا بأبيه، وكذلك إبراهيم عليه السلام، وكذلك إسماعيل عليه السلام، حتى أن إسماعيل عليه السلام وهو الذي رزق به إبراهيم بعد طوالا من السنين ومر به العمر واشتعل الرأس شيبا ولم ينجب أطفالا، ورزق بإسماعيل عليه السلام. ونادى الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ولده، أمره بذلك. ماذا قال له إسماعيل؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر. هذه هي الطاعة العمياء للوالدين. ما شاء الله. فالوالدين هم بمثابة الإله على الأرض، ولله المثل الأعلى، ولكن هم أبواب من أبواب الجنة، بابا جعله الله عز وجل وكتب عليه عاليا بر الوالدين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الشريف: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. أن تدرك أبويك ولم يدخلاك الجنة فهذه مصيبة. ولما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بعد وفاة والديه أبقى من برهما شيئا؟ قال: أن تصل رحمهما، وأن تتودد إلى صاحبهما، وأن تدعو لهم بظاهر الغيب، أن تدعو لأبيك، وأن تزور قبره. هذا من البر أيضا. وبر الوالدين لا ينقطع بموتهما. لكن ابن سيدنا عمر رضي الله عنه ضرب لنا مثلا عظيما في ذلك، حينما كان يركب دابته ويسير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
وقابل أحد أصحاب سيدنا عمر رضي الله عنه بعد وفاته، فنزل من على دابته وجعله يركب مكانه، فلما سأله الرجل عن ذلك قال: كنت صاحب أبي وكان يحبك ويتحدث بك، يتحدث عنك في المجالس. طب حضرتك معلش أنا آسفة أنا قطعتك، هو بر الوالدين ده بيقتصر على الوالدين فقط ولا إيه؟ لا، احنا تحدثنا في البداية أن البر لا يقتصر على الوالدين فقط، فالخالة في مثابة الأم. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبقى من والديك أحدا؟ قال: لا. قال: أبقت خالتك؟ قال: أجل. قال: فبرها، وبالبر تمحى المعاصي. إن شاء الله إن حققت البر محوت المعصية. ما شاء الله. بالبر يجلب الرزق، بالبر تجلب السعادة، بالبر فأنت في مجتمع هادئ، مجتمع نقي، لأنك ببرك لأبيك يتعلم منك طفلك، وتنظر إلى ذلك زوجتك فتطمئن، فلا يحدث مشاكل ولا يحدث مشاغبات، لأنها وجدت فيك العطف على أمك، فأمنت أمنت نفسها في بيتها معك، لأنها وجدت منك حنانا إلى أمك، إذن ستترجم ذلك إليها. فالبر متنوع، ولكن نحن في صدد الآن نتحدث عن بر الوالدين. هذا النوع الأعظم في البر الذي حث عنه الله عز وجل وقال: وبالوالدين إحسانا. فيأتي البر طارة بالإحسان، ويأتي البر طارة بالطاعة والإجلال للوالدين. والواو ليست عطفية، فالواو أتت لتقرن العبادة ببر الوالدين. فالله عز وجل حينما قضى ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهو أمر قطعي، فأدخله في الوجوب. ولما جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد الناس وقال: يا رسول الله، إني أريد أن أجاهد معك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب ذلك؟ قال: أجل، فإنه أعظم شيء في الإسلام أن أجاهد في سبيل الله عز وجل. لا، هناك أعظم من ذلك، حتى لا يقع البعض في هذا الخطأ، وهو بر الوالدين. حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبقى من والديك أحدا؟ قال: بقى والدتي، فقال: فيها فجاهد. وفي حديث آخر: فيهما فجاهد، في والديك جاهد، فهو جهاد أيضا أعلى من الجهاد في سبيل الله عز وجل. كذلك الوطن، فهو أم، فلا بد أن تكون بارا إليه، برا للوطن، ولا بد أن تدافع عنه، ولا بد أن تعطيه، لأنه هو الذي أواك مثل أمك التي أوتك بعض الله عز وجل، وكانت سبب وجودك في الحياة. فالبر إن تحدثنا عنه لا نوفيه حقه. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ذات يوم بين صحابته ويقول ويتحدث عن جريج العابد، وهذا كان في بني إسرائيل في ديانة موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام حين أخذ من أمه كان الله بارا بأمه ورحيما معها، فأعاده إليها وحرم عليه المراضع حتى يعود لأمه، ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فأعاده الله عز وجل وعلم أم موسى أصل البر. فالله عز وجل إن كان فرض البر وأوجبه على العباد فهو أولى بذلك، فهو بارا بالعباد، فعلمهم إياه مع سيدنا موسى وأمه. وسيدنا عيسى عليه السلام كان برا بأمه وبرا بوالدتي، وسيدنا يحيى عليه السلام كان بارا بوالديه، والله قد تحدث عن ذلك بنفسه في القرآن الكريم.
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم جريج العابد، هذا العابد في بني إسرائيل يتعبد في صومعته، وتمر عليه أمه فتنادي عليه وهو في صلاته وتعبده لله عز وجل، فلا يجيبها ويسأل نفسه في الصلاة أجوبها أم لا، فلم يجيبها حتى المرة الثالثة. ماذا دعت عليه؟ قالت: اللهم أريه المومسات قبل الممات. يعني إيه بقى؟ والمومسات بمعنى التي تعمل في البغاء، الزنا. وبعد وفاة أمه، ويعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث بعد ذلك، بعد وفاة أمه مرت عليه باغية من بني إسرائيل، مرت عليه امرأة من بني إسرائيل فعرضت عليه نفسها فأبى، لأنه عابد لله عز وجل، فإذ براعي غنم بجوار صومعته فوقعت معه وحملت منه طفلا صغيرا ثم أنجبته فأتت به بني إسرائيل فاستنكروا ذلك، فقالوا: من لمن هذا ينسب؟ قالوا: لجريج العابد. ماذا فعل بني إسرائيل معه؟ كان يستنكر المجتمع حتى في اليهودية والنصرانية هذه الخصلة الذميمة، ألا وهي الزنا، لأنها من الكبائر. فماذا فعل معه بني إسرائيل؟ هدموا صومعته، هدموها كاملة، وضربوه بالنعال، ثم أتوا به أمام الناس فاستأذنهم بالصلاة والعبادة لله عز وجل وبالطفل، وكان من الأطفال الذين تكلموا في المهدي، هذا الطفل طفل جريج، وطعنه في بطنه وقال: انطق بأمر الله عز وجل، من أباك؟ فقال: راعي الغنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الحديث لصحابته رضوان الله عنهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنه علم ما في سر دعاء أمه لأجابها. فأجاز الشرع، لا إله إلا الله، أجاز الشرع بأن تجيبي أمك إن كادت لتهلك وتقطع العبادة النافلة لها، وإن كنت في فرض وأمامك أمك عجوزا مسنة على عرشها سريرها تنام في فراشها وتحركت وتخشي عليها من الهلاك فتحركي إليها وأنت في صلاتها، لأن الله عز وجل أباح ذلك. ألا يبين ذلك بأن هذا الدين سمحا عظيما، وأن الأديان كلها حست على الأخلاق والمبادئ وحست على بر الوالدين قبل ذلك، ولكننا أتينا واستقطبنا بعض النصوص التي نريد أن نبثها في المجتمع، وتركنا أشياء ربما تعلو بالمجتمع. فالآن تنظري إلى البيوت لا تجدي فيها إلا عقوقا، فالله عز وجل يقول أيضا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والأف بأن تغضبي منهم غضبا شديدا فتنفسي في وجههما، هذا الأمر وحده من العقوق. والنهر بأن ترفع صوتك عاليا عليهما، على والديك، على الأم والأب، فإن نادوك فطاعة، مثل الرجل يضرب من أبيه فيأخذ يده يقبلها، وهذا من أسمى البر. والذي جاء لسيدنا عمر رضي الله عنه وقال: حملت أبي وطفت به الكعبة، أحطت عني عتق بر الوالدين، يعني أوفيته حقه؟ قال: لا، ولا طلقة من طلقات الولادة، طلقة التي عانت منها الأم في الولادة لا طلقة واحدة، لم تأتي بأجر طلقة واحدة. فالله عز وجل حثنا على البر والإحسان إلى الوالدين، وبهما نرزق، وبهما تعلى المجتمعات وتعلو وترتفع رايتهم. كذلك من بر الوالدين ألا تخذلهما، إن تحدث أمامك وإن كان خطأ فاسمع لهما جيدا وبأدب جم معهما تحدث، وبأدب جم مع والديك تحدث معهم بأدب جم،
لأنهم في مثابة الإله هنا. ما شاء الله. في مثابة الإله هنا. ما شاء الله. واعلم بأنك لن تدخل الجنة ما دمت عاقا لوالديك. والحديث في صحيح البخاري ومسلم يقول الله عز وجل في عقوق الوالدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما نبيه، يقول لا يدخل الجنة عاق ولا قاطعا لرحمه، لا يدخلها ولا يشم رائحتها. فكذلك حسن الله عز وجل عن طاعة الوالدين والإحسان إليهم. طب إيه المواقف أو الحالات اللي المفروض أن أنت مثلا ما تطعش فيها الوالدين؟ هي حالة واحدة. إيه هي؟ الكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به يعني فلا تطعهم. بس وقف الله عز وجل هنا وقفة جميلة جدا. إيه؟ قال لك وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني يعني وإن كانت على غير ديانتك لابد أن تصلها وتصاحبها مصاحبة بمعروف وشغف في حب، لأنها أمك. حتى وإن كانت على غير دينتك وملتك. ولكن أنا أستنكر على البعض النظر للأديان كلها وتكريه البعض فيها. كل الأديان السماوية تصب هنا في القرآن الكريم، فهي كتب سماوية علمها الله أنبياؤه قبل، وذكر فيها كل شيء تفصيلا، ثم جاء القرآن ليوضح ذلك ويثبته عمليا في أرض الواقع. فالدين الإسلامي جاء ليعلم البشرية البر بالوالدين، يثبته. هل لم يكن موجودا قبل ذلك؟ لا، كان موجودا قبل ذلك. وضرب الله لنا مثلا وأمثلة كثيرا في القرآن الكريم مع سيدنا إبراهيم. يا أبتي، ينادي علي. ما يعني أجمل هذه الكلمة، أن تقول يا أبتي، يا أماه. فالأم تشعر هنا بالحنان وتشعر بحب ابنها لها، والأب كذلك، يا أبتي افعل ما تؤمر. ربنا وسيدنا لك. إبراهيم وأبيه على الكفر يقول يا أبتي لا تعبد الشيطان. يخاطبه بلين الكلام. فلابد أن نتعلم الأدب مع الأب ومع الأم. ومن القصص كثيرة، كما تدين تدان. طبعا من الديون في الحياة العقوق، عقوق الوالدين يترد له. كما تفعل يفعل بك. يفعل بك. وحدثت أمامنا أمثلة كثيرة، بأن تجد شاب يبكي على قبر أمي بعد وفاتها، وتجد آخر يدعو في صلاته ويرفع صوته في صلاته يدعو لأمه بأن تسامحه. أقول له أبشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال للبر بقية. حتى هنا. وهم بعد ما يتوفوا، بعد وفاته، إن كنت قد عققت أمك قبل وفاتها وتوفت وانتقلت إلى رحاب الله عز وجل، فبر قبرها وبر صاحبها وصر رحمها، لعلها يوم الوقوف الأعظم تسامحك. مثل أم علقمة. أم علقمة رضي الله عنه، وإن كان في الحديث ضعفا ولكن نقوله حث الناس على فعل المعروف. ولكن الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه اسما. أحد الصحابة كان متعبدا، كان قواما صواما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضرته الوفاة جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول أن فلانا قد حضرته الوفاة. ماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بلال ويا عمار ويا صهيب اذهبا إليه. فذهبوا إليه ليلقنوه الشهادة فأبى أن ينطقها. فلما جاء إليه بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء إليه يخبره ذلك، فقال أبقى من والديه أحدا؟ قالوا عجوزا في فناء البيت، عجوز. قال
سألوها إن استطاعت أن تأتي إلي أو آتي إليها إن لم تستطع. انظري إلى رحمة الله عز وجل. وهنا معنى البر أيضا، ما شاء الله، إن أنت مش شرط إن أنت تبري أمك كأمك، طيب فكل الأمهات تبريهم. عشان وقت الحلقة، البر ده ليه تأثير على الشخص البار؟ أكيد. إزاي؟ انظري لمن ينجح حولك. اسكندر الأكبر في حينما حضرته الوفاة قال سر هذا كله بر والدتي ودعوة دعت لي بها. النبي صلى الله عليه وسلم حبه لأمه جعل منه شخصا عظيما. سيدنا عيسى كان نبيا عظيما. سيدنا موسى كان كليم الرحمن. من أين هذا؟ من البر. البر. يعني من الأم. يعني معنى كده الصلاح والفلاح وده تحت رجلين أمك وأبوك. يعني. والرزق والنجاح في العمل. طبعا. لن تجدي أحدا ناجحا في عمله إلا وكان بار بوالده، إلا كان بارا بأمه، وإن لم يكن على استقامة مع الله عز وجل. لكنه بارا بأمه. طب إيه رأيك في الناس اللي بيبقوا مثلا بيودوا أمهم في دار مسنين ويعيشوا حياتهم مثلا في بيتهم عادي وكده، ويودوا أمهم مثلا دار مسنين يوضعوا أمهم أو أبائهم في دار مسنين؟ ما رأيك في هذه أجيبك في ذلك وأقول لك خيبه الله. وحدثت قصة أمامي حينما وجدنا ورقة بجوار امرأة عجوز على شاطئ البحر في الأسكندرية، مكتوب فيها حينما سألناها في البداية قالت إن لي ابنا سوف يأتي بعد ساعة أو بعد مرور وقت، فذهب ليأتيني بالطعام. فانتظرنا بجوارها لأن كان الجو برد شديد حتى طال الوقت، فاقتربنا منها فإذ بها معها ورقة مكتوب فيها ماذا؟ مكتوب من يجدها يذهب بها إلى مكان توضع فيه مثل دار المسنين وما يشبه ذلك. فتبكي ها هنا بأن أما تألمت في الولادة وأما حملتك وأنت صغيرا. حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حينما أخذ بعض المال من ابنه دون أن يعرف، فالابن اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالولد وأتى بأبيه، فالولد أبكى النبي صلى الله عليه وسلم، والأب أبكى النبي عفوا الأب أبكى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي؟ قال كان صغيرا فآويته، كان صغيرا فآويته، كان ضعيفا فقوته. يعني كان صغير في المهد وآويته، وكان فقيرا فأغنيته، وكان عريانا فكسوته. أهذا يعني انت ليس بحقي؟ ايه الكلمة اللي انت توجهها سريعا عشان الحلقة؟ ايه الكلمة اللي انت توجهها لكل ابن او كل بنت عاقة او عاق، او كل ابن او كل بنت بيرموا اباهم وامهاتهم في دار مسنين؟ ايه الكلمة اللي انت ممكن توجهها ارجع عن ذلك. فالأم هي الحماية، وهي الوطن، وهي كل شيء، وهي رزقك. واعلم بأن زوجتك التي في البيت ليست بأمك، وربما تتركك في أي وقت، لكن الأم لا تستغني عن ولدها كأم علقمة. حينما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الحطب ليحرقه بنار الدنيا لأهون من نار الآخرة، قالت يا رسول الله لا توجع قلبي، فارجع عن ذلك واعلم بأن الأم لا يحبك أحدا غيرها، ما شاء الله، وأكثر منها حتى وإن كانت أجمل النساء، وقالت أنها تحبك، لن تحبك مثل أمك، ولن تجد أحدا يعطف عليك مثل أمك. فنصيحتي الأخيرة أن نبر آباءنا، وأن نكف عن العقوق، وأن لا نرفع الأصوات، وأن لا نشاكسهم في البيوت. شكرا أستاذ حمدي علام، نورتني وشرفتني في حلقة النهاردة.
طبعا يعني بقدم كل شكري وتقديري للباحث الديني والاجتماعي الأستاذ حمدي علام، وبقدم كل شكري وتقديري لقناة الصحة والجمال وكل المقيمين على قناة الصحة والجمال، وبقدم كل شكري وتقديري للسادة المشاهدين. انتظروني في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس. شكرا أشوفكم على فندم، خير. شكرا.